خالي؟ شكو يتصل بالدار ويتعارك وياه؟ هو شو عليه؟ لو حتخفي كل المصايب اللي مسويهن مو؟ سهلة. أنا رايح له وأعرف شلون أتفاهم وياه. تعال لك بابا، أنت وين رايح؟ راح تخرب علينا كل شيء، اهدى شوية، أعطيني مجال. أنت تقول لي اهدى يا جمال؟ لو أمك صاير بيها هيك تقدر تهدى أنت؟ لك عيني حقك، والله حقك. إحنا متخبلين مثلك وأكثر، بس هو للأسف أبونا. الموضوع ما ينخذ هيك ركض ركض، لازم تهدى شوية تلزم نفسك. إنه أنا لا باقي هنا ساكت ومن شيب، ولا أنا رايح له وأعرف شلون أتفاهم وياه وحشي. والله ما راح أخليه يتهنى بالسواه والله. سهيل اهدى، لك أنت عبالك أبويا هين؟ راح يأذيك أنت وعمتي إذا سويت له أي شيء. اهدى شوية. يمه سامحيني فدوى، والله ما كان خليتي يسوي بيشيش. ما كنت تعرف اخوك عدنان وبان منها حياتك ومدمرها وحابسك بين اربع حيطه. انا ادري بهيك يسوي بيك واعوف داني. يلا احكي لي، ليش بقيتي ساكته كل هالسنين؟ ها؟ حبيبتي؟ كان قلتي لي اي شيء حتى اقدر اساعدك؟ يما حبيبتي؟ يلا قولي لي، ليش عدنان خلاك هيك؟ ايش كان ضام علينا؟ عن شنو منعك؟ يما احكي لي، لا تعوفيني هيك فدوى الامرت. احكي لي انا سهل. يما يما سهيل كافي كافي يا أخي، الله يخليك.